بينت في المحور السابق علاقة الحجاج بالتواصل، وأن التواصل هو نوع من الحجاج، وأن الحجاج هو مألوف في حياتنا اليومية. نتواصل بالحجاج، كما بينت بأن الحقول المعرفية التي قاربت موضوع الحجاج هي حقول متعددة. فهناك حق اللسانيات، حق علم النفس، حق الدراسات القانونية، حق الدراسات الاجتماعية، أيضا هناك حق البلاغة القديمة والبلاغة الحديثة أو البلاغة الجديدة. وقد بينت كيف اهتم أرسطو بالحجاج في البلاغة اليونانية، وكيف نهض بالحجاج ونظم الحجاج باهتمامه بالخطاب وبأنواع المخاطب وبطرق الإقناع وطرق الحجاج. سأحاول الآن أن أنتقل إلى البلاغة العربية، البلاغة العربية والحجاج. كيف ساهمت البلاغة العربية في الحجاج؟ هل يصح أن نقول إن البلاغة العربية بلاغة حجاجية؟ ما هي تجليات الحجاج في البلاغة العربية؟ أين يحضر الحجاج في أساليب البلاغة العربية؟ هذه التساؤلات سأحاول أن أجيب عنها في هذه المحاضرة. أبدأ في البداية بالإشارة إلى مظاهر وتجليات الحجاج في البلاغة العربية. لعلي قد وضحت سابقاً وأنا أتحدث عن التواصل وعن الأبعاد التواصلية للبلاغة العربية بأن البلاغة العربية بلاغة تواصلية، وأن التواصل يحضر في هذه البلاغة منذ مفاهيمها الكبرى وتعريفاتها الكبرى. ففي تعريف البلاغة هناك تركيز على البيان والإفهام، وفي تعريف علوم البلاغة كذلك هناك تركيز على مقتضى الحال كما هو الأمر في علم المعاني، وتركيز على البيان والإفهام. لذلك قلنا بأن البلاغة العربية هي بلاغة تواصلية منذ مفاهيمها الكبرى. أما إذا رجعنا إلى التراث البلاغي العربي فإن الاهتمام بالحجاج بدأ مبكراً عند البلاغيين العرب الأوائل، فمنذ أول صحيفة مدونة عندنا وهي صحيفة بشر بن المعتمر وجدنا الاهتمام بالحجاج. صحيفة بشر بن المعتمر وهو معتزلي، ونحن نعرف بأن المعتزلة كانوا يهتمون بالخطابة ويهتمون بالحجاج لإقناع خصومهم من المعتزلة من الأشاعرة والفرق الأخرى، ولذلك كانوا يعلمون أبنائهم فن الخطابة وفنون الحجاج. والوثيقة التي وصلتنا مدونة في هذا الموضوع هي وثيقة أو صحيفة بشر بن المعتمر، وفيها بين كيف يمكن أن نقنع المخاطب بأفكارنا ومواقفنا، كيف يمكن أن نقنع المخاطب المعارض بأفكارنا ومواقفنا. وكانت هذه الصحيفة تدرس للأبناء والأطفال والناشئة حتى ينشأوا على فن الحجاج وعلى فن الإقناع ويكونوا مؤثرين. ولذلك فإن الدارسين يعتبرون هذه الصحيفة أول صحيفة مدونة في النقد والبلاغة، وهي في الوقت نفسه أول صحيفة دالة على الدراسات الأولى للحجاج في البلاغة العربية. وهذه الصحيفة سوف تحضر عند الجاحظ. الجاحظ هو المظهر الثاني من مظاهر الحجاج في البلاغة العربية في البيان والتبيين. الجاحظ في البيان والتبيين. الجاحظ اهتم بالحجاج اهتماما واضحا، وقد انطلق من صحيفة بشر ونظر للخطابة وللخطيب، واهتم بمواصفات الخطيب الناجح وكيف يكون الخطيب ناجحا في إلقائه في تأثيره في الجمهور من لباسه إلى إشاراته صوته، بل إنه أكثر من ذلك نبه الخطيب إلى العيوب التي قد تحول دون حصول الإقناع، وذلك كأن يكون عند الخطيب عي في النطق أو في الإشارة أو غير ذلك. وبالتالي فإن الباحثين يعتبرون الجاحظ من أوائل من نظر للحجاج، وذلك لما تحدث عن الخطابة، وتنظيره شامل الحديث عن الإشارة واللفظ والعبارة وغير ذلك. ثم بعد الجاحظ نجد مؤلف
مشهور وهو صاحب البرهان، صاحب كتاب البرهان في أوجه البيان، ابن وهب. هذا الكتاب طبعا نسب خطأ إلى قدامة بن جعفر، وقد بين المحققون بأنه ليس لقدامة وإنما هو لابن وهب. وهذا الكتاب هو أيضا اهتم فيه ابن وهب بالحجاج، ويشكل استمرار لبلاغة الحجاج التي بدأت مع طبعا الجاحد وقبله مع المعتزلة، والتي طبعا شاعت في أوساط المتكلمين في علم الكلام. الحجاج في البلاغة العربية يحضر في كل المباحث، في كل المباحث البلاغية. كيف ذلك؟ لو انطلقنا من علم البيان، والذي طبعا هذا العلم يتضمن مباحث مشهورة تتجلى في التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، من الخطأ أن نتعامل مع هذه الأساليب على أنها أساليب تخيلية فقط أو إمتاعية، وهذا الذي شاع وساد ولا يزال يسود إلى الآن في مجموعة من البرامج والكتب المدرسية. هذه الأساليب اهتم البلاغيون بجانبها التخيلي الإمتاعي وبجانبها الحجاجي الإقناعي. فالتشبيه كما أنه عنصر من عناصر البيان والإفهام والإيضاح، هو أيضا عنصر من عناصر الإقناع والحجاج كما سنبين. التمثيل أيضا وهو نوع من التشبيه، والتمثيل هو تشبيه مركب طبعا، هو أيضا له وظيفة إمتاعية وله وظيفة حجاجية. والدليل على ذلك أننا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أسلوب التمثيل يشيع في آيات الذكر الحكيم، والقصد منه الإقناع والحجاج. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا أسلوب تمثيل. الله عز وجل هنا يحاج المخاطبين الذين اغتروا بالحياة الدنيا ومالوا إلى الدنيا وركنوا إليها بأنها لا تعدو أن تكون مثل نبات أصابه الماء فاخضر ونما ثم جاء الصيف فصار هشيما وجاءت الرياح فتطايرت به فلم يعد شيئا. هذا تمثيل رائع جدا، وهو يقنع من عنده تردد أو من ما زال يثق في الدنيا وفي خلودها، يقنعه بهذه الحجة الواضحة، حجة واضحة يعني أمامه يلامسها يراها بعينيه ويشاهدها. وهذا النوع من ضرب المثل في القرآن الكريم كثير جدا. هل المثل هنا أو التمثيل هل اقتصرت وظيفته هنا على التخيل أم على الإمتاع؟ أبدا، التمثيل هنا جاء لوظيفة حجاجية. لذلك نقول بأن أساليب علم البيان هي أساليب حجاجية. الاستعارة أيضا نجدها في الخطاب بصفة عامة، في الخطاب القرآني، في الخطاب النبوي، نجدها في كلام العرب، وقد جاءت في كثير من المواضع لأداء وظيفة إقناعية حجاجية. لما شكى أيوب عليه السلام إلى ربه حالة الضوح ماذا قال؟ رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فهو يحاج بحالة الضعف التي هو فيها ويبين ويوضح حالة الضعف التي هو عليها، فاستخدم الاستعارة هنا في قوله واشتعل الرأس شيبا. هل قوله هذا جاء من أجل الإمتاع؟ أبدا، فهو يبين حاله، يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى ويتضرع إليه بضعفه، فجاء بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الاستعارة. وأسلوب الاستعارة طبعا موجود في الخطاب الأدبي، في الخطاب الحجاجي، في جميع الخطابات، وهو من أجل الحجاج. وقد كثرت الكتابات مؤخرا في بلاغة الحجاج حاليا في حجاجية الاستعارة. وإذا رجعنا إلى البلاغي
عبد القاهر الجرجاني وقرأنا كلامه عن الاستعارة نجد كلاما عجيبا جدا في بيان أن الاستعارة ادعاء، هكذا يقول: الاستعارة ادعاء، فالمتكلم عندما يستعر فهو يدعي، والادعاء كما قلنا هو من خصائص الحجاج. إذن فعلى المعترض أن يعترض. إذن لذلك فلورجعنا إلى عبد القاهر الجرجاني ودرسنا عنده هذه المباحث لتبين لنا الطابع الحجاجي لهذه الأساليب البيانية، بل إن ما كتبه هؤلاء البلاغيون في حد ذاته خطاب حجاجي. دلائل الإعجاز في كل مباحثه حجاج، أسرار البلاغة لعبد القاهر حجاج، البيان والتبيين خطاب حجاجي. ففضلا عن حجاجية الأسلوب، فالخطاب الذي كتب عن الأسلوب كذلك هو خطاب حجاجي. نفس الشيء يصدق على المجاز وعلى الكناية، بل إن الكناية أحيانا لا نستطيع أن نصل إلى ما كنا عنه المكني إلا بعمليات استدلالية. عندما تقول الخنساء مثلا في أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه عالم على رأسه نار، رفيع أو طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد إذا ما شتى. ثلاث كنايات، فهي وصفته بطول القامة، ووصفته بالكرم، ووصفته أيضا بالخيمة الواسعة، وفي ذلك كناية على الشرف وعلى المكانة في القبيلة. لكن هل نستطيع أن نصل إلى هذه الكنايات دون عمليات استدلالية؟ فلننطلق مثلا من كثرة الرماد، تحتاج إلى عملية استدلالية. كثرة الرماد تدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة القدور التي طبخت، وكثرة القدور تدل على كثرة الأكلة، إذن هو شخص مضياف. فالكناية هنا حجاج في حد ذاتها، الكناية حجاج، ولا نستطيع أن نصل إلى المعنى المكنى عنه إلا إذا فككنا هذه الكناية ووصلنا إلى المراد بها. ولذلك فليس كل مخاطب يفهم الكناية، ليس كل مخاطب يفهم الكناية، وأحيانا يلجأ المتكلم إلى الكناية لإخفاء بعض الأمور على بعض المستمعين حتى لا يفهمها إلا البعض الذي يفهم ذلك. ومن ثم فإن الكناية لها وظيفة حجاجية طبعا، وقد سبق أن تحدثنا عن هذا في وحدة البلاغة وتحليل الخطاب بما يحقق طبعا الكفاية. باختصار فيما يخص علم البيان أقول وأقرر: هو علم حجاجي. علم البيان ليس علما تخيليا، هو علم حجاجي، وينبغي أن نعيد النظر في طريقة تعاملنا مع أساليب هذا العلم، وفي طريقة كذلك تعاملنا مع فنون هذا العلم. نمضي إلى العلم الثاني الذي هو علم المعاني. عندما نرجع إلى علم المعاني عند البلاغيين العرب نجد بأنهم ربطوه بمقتضى الحال. إذن تم ربط هذا العلم، تم ربط علم المعاني بمقتضى الحال، أو بعبارة أخرى بظروف التخاطب، يعني بالمقام، المقام والسياق وأحوال المخاطب إلى غير ذلك. علم المعاني كعلم في البلاغة هو يتمم البلاغة، لا يمكن للبلاغة أن تحصل بدون مراعاة مقتضى الحال. البليغ لا يكون بليغا عند البلاغيين إلا إذا كان قادرا على البيان عن طريق تعدد طرق البيان باستخدام الاستعارة والتشبيه والكناية وغير ذلك، وإلا إذا كان قادرا على مراعاة المقام، على مراعاة ظروف التخاطب، وهذا هو الذي يتم به ما يتم به علم المعاني. ولذلك فإن البلاغيين اهتموا بهذا الجانب. وإذا رجعنا إلى مفتاح العلوم السكاكي نجد قد بدأ هذا العلم بالحديث عن المقام وعن القرائن المقامية وعن علاقة الأساليب بالمقام. فلذلك فأساليب علم المعاني لها علاقة بالجانب المقامي. لو انطلقنا من أسلوب مثلا الخبر، الأسلوب الخبري، الأسلوب الخبري عندما يعرفه البلاغيون طبعا كما نعرفه، ففي تعريفه ربط بين المرسل والمرسل إليه،
لأن المرسل يرسل خبراً إلى المتلقي، قد يكون ذلك الخبر صحيحاً وقد يكون خاطئاً، قد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً، ولكن الخبر الذي يرسله المرسل يتعدد بحسب المرسل إليه، فيكون خبراً ابتدائياً ويكون خبراً طلبياً ويكون خبراً إنكارياً. وهذا له علاقة بالحجاج، له علاقة بالحجاج. متى يلجأ المتكلم إلى النوع الأول؟ متى يلجأ إلى الخبر الابتدائي؟ الخبر الابتدائي هو مثل قولنا أشرقت الشمس، أشرقت الشمس. المرسل إليه في هذه الحالة خالي الذهن، لا يمتلك هذه المعلومة، لا يشك فيها، لا ينكرها، إذن يكفي أن يلقي إليه الخبر بهذه الطريقة بدون مؤكدات. ولكن في النوع الثاني المرسل إليه يشكك في المعلومة، وبالتالي فإن المتلقي المدعي المرسل المدعي يلجأ إلى التأكيد فيقول قد أشرقت الشمس، قد أشرقت الشمس. هنا المرسل المحاجج يرى بأن أمامه محاجج مشكك، لا يكفي أن يخبره بل لا بد أن يقنعه، إذن يلجأ إلى التأكيد بقد أو بإن، إن الشمس أشرقت مثلا. أما إذا كان هذا المتلقي المحاجج عنيدا منكرا جاحدا فلا يكفي معه مؤكد واحد، فيلجأ المرسل إلى الخبر الإنكاري فيقول له إن الشمس، إن الشمس لمشرقة. ماذا فعل هنا؟ جاء بمؤكد واحد ومؤكد جوج، لام. إن الشمس لمشرقة أو لقد أشرقت الشمس. فالمرسل هنا استحضر كون المرسل إليه منكرا وأنه يعترض، فلذلك فهو أكد له الخبر بأكثر من مؤكد، إن الشمس لمشرقة، لقد أشرقت الشمس. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالمخاطب في الآية ليس نوعا واحدا، فمن المخاطبين من هو مؤمن يكفي أن نخاطبه بخبر ابتدائي، ومن المخاطبين من يشكك، ومن المخاطبين من هو منكر كالمشركين. لذلك جاءت الآية إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فتم تأكيد الآية بمؤكدين اثنين، إن واللام، لم تأكيد. إذن في أضرب الخبر، وأضرب الخبر من المباحث البلاغية التي اشتهرت عند البلاغيين، يهتمون فيها بأحوال المخاطب وبظروف التخاطب. لو تركنا هذا إلى أغراض الخبر، دائما مع الخبر، أغراض الخبر كذلك يحضر فيها هذا الأمر بشكل واضح. فالمرسل يرسل الخبر لأغراض تداولية كثيرة، أغراض الخبر. فالبلاغيون اهتموا بأغراض الخبر وأن الخبر لا يكون بقصد الإخبار فقط، وإنما قد تكون له أغراض تداولية أخرى، فقد يكون الغرض من الخبر هو التعجب، التعجب. تقول هذا، هذه العبارة تقول هذا هي عبارة خبرية ولكن فيها نوع من التعجب، هذا في إطار الحجاج يحدث التعجب. وقد يكون الغرض من الخبر هو المدح، المدح. عندما تتحدث عن شخص حقق نوعا ما فتخبر بخبر معين، تقول مثلا حصل فلان على أعلى درجة، هذا فيه نوع من المدح وليس مجرد الإخبار. وقد يكون القصد منه التعظيم، وأيضا قد يكون القصد الدعاء، وقد يكون القصد
الطلب أو إظهار الضعف، الضعف أو أحيانا السخرية أو التعجيز، وقد تحدثنا عن هذا في البلاغة، بمعنى أن الأسلوب الخبري ليس له معنى واحد، وإنما يلقى لأغراض متعددة، وهذه الأغراض إنما يتحكم فيها الطبع الحجاجي للخطاب، فالمخاطب في المرسل وهو يحاج قد يتعجب، قد يمدح، قد يعظم، قد يحقر أحيانا، قد يدعو يطلب، عندما يقول لك مثلا فقير معين عندي 10 أولاد لا أجد ما أطعمهم به، هذا أسلوب خبري، ولكن هل قصده أن يخبرك؟ لا، هو يريد أن يحاج بأنه في حاجة إلى المعونة، يقول لك ساعدني، وهنا الخبر خرج إلى الإنشاء إلى الطلب، يقول لك ساعدني. عندما تشكو لأبنائك لقد كبرت وتعرفون ما تحتاج إليه أمور الحياة وكذا، هذا ليس مجرد إخبار، الأب لا يخبر الأبناء، وإنما يريد أن يشعرهم بالمسؤولية وبأن عليهم أن يهتموا بما ينبغي الاهتمام به باعتبارهم سوف يتولون الأمانة في المستقبل. إذا لذلك فالحجاج بالخبر يتعدد وتتعدد طرقه، ولذلك فإن البلاغيين اهتموا بمبحث أغراض الخبر وأفاضوا في ذلك، ومن أراد أن يرجع إلى هذا فرجع إلى مفتاح العلوم للسكاكي أو غيره. لو تركنا الخبر إلى الإنشاء وهو من أساليب علم المعاني، نحن دائما مع علم المعاني، وقد قلت سابقا بأنه علم تواصلي وعلم حجاجي. إذا جئنا إلى الإنشاء، الإنشاء عند البلاغيين طبعا إما أن يكون إنشاء طلبي أو إنشاء غير طلبي، والإنشاء بأنواعه له وظائف حجاجية ولا يمكن أن يخلو منه خطاب حجاجي، لا يمكن أن يخلو منه خطاب حجاجي. نقف عند الإنشاء الطلبي، طلبي، والذي سبق أن بينا بأن أساليبه طبعاً متعددة، منها طبعاً النداء، الاستفهام، الأمر، النهي، التمني. توقف البلاغيون عند هذه الأساليب وبيّنوا أغراضها التداولية أو المقامية كما تسمى. فالاستفهام مثلاً كأسلوب إنشائي الأصل فيه طلب المعلومة، ولذلك سمي إنشاءً طلبياً، طلب معلومة مجهولة، ولكن المحاجج عندما يستفهم فهو لا يطلب المعلومة دائماً، وإنما قد يكون غرضه الاستغراب، قد يكون الغرض غرضه من هذا الاستفهام هو الاستغراب أو التعجب أو الإنكار أو التقرير أو التوبيخ أحياناً أو السخرية، أغراض كثيرة في الاستفهام، وهذا يؤدي وظائف حجاجية طبعاً. المحاجج عندما يقول مثلاً أتلعب والامتحان على الأبواب، عندما يقول هذا إلى تلميذ معين يقول له أتلعب والامتحان على الأبواب، هل يطلب جواباً؟ لا يطلب جواباً، وإنما يقنعه بأنه يعبث ويضيع وقته، وأن الوقت وقت استعداد وليس وقت لاعب، أنا وظيفة حجاجية. وعندما يقول لشخص آخر أأنت تقوى على هذا، فهو لا يقول له، لا ينتظر أن يقول له أقوى أو لا أقوى، إنما يستهزئ به ويحقره ويقول بأنه لست من أهل هذا العمل أو غير ذلك. الله عز وجل عندما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وجرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، الله عز وجل أعلم بالجواب، ولكنه يريد أن يثبت رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يقرر النعم التي حققها له، فهو يقول لقد شرحنا لك صدرك، لقد رفعنا عنك وزرك. فالاستفهام هنا خرج إلى التقرير، عندما تقول لشخص ألم أساعدك البارحة، فأنت تريد أن تذكره بأنك قد
ساعدته. إذن فالاستفهام هنا خرج إلى التقرير فأدى وظيفة حجاجية، بل قد يخرج إلى السخرية وغيرها. نفس الشيء بالنسبة للأمر، الأمر يؤدي وظائف حجاجية كثيرة جدا، فالأمر قد يتحول أحيانا إلى دعاء. عندما أقول مثلا ربي اغفر لي، أنا لا أمر هنا وإنما أدعو الله عز وجل، وهذا من المعاني التداولية للأمر أو من المعاني المقامية للأمر. والأمر قد يفيد التعجيز في الحجاج، عندما تقول لشخص معين اصعد هذا الجبل، اشرب ماء البحر، هل سوف ينفذ ذلك؟ طبعا لا، وإنما فيه نوع من التعجيز. عندما قال الله عز وجل للمشركين أو لمن تعرض للعذاب ذق فإنك أنت العزيز الكريم، فهل الأمر أمر عزة وكرامة؟ هو سخرية منه، ولأنه لم يستجب لأمر الله فجاء العقاب. فالأمر هنا ليس أمرا وإنما نوع من السخرية ونوع من التهكم. نفس الشيء بالنسبة لجميع الأساليب، جميع الأساليب الإنشائية تخرج إلى هذا المعنى. ومن أشهر الأساليب عندنا في اللغة العربية أسلوب القصر، وهو من أوضح الأساليب في الحجاج. عندما يقول المتكلم إنما الشاعر المتنبي، هذه الجملة فيها أسلوب قصر بإنما، فهو أراد أن يحاج بأن الشاعر إنما هو المتنبي. إنما المؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل، هذا موقف حجاجي، فالمؤمنون حقيقتهم أنهم إخوة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، هذا أسلوب قصر بالنفي زائد استثناء، توضيح حقيقة البر. القرآن الكريم مليء بالآيات التي فيها هذا الأسلوب، والقصد منه تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم في موضع الحجاج، تصحيح المفاهيم. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، بمعنى أن أسلوب القصر نجده في اللغة العربية ينفع في تصحيح المفهوم وفي الحجاج وفي بيان حقيقة الشيء وحقيقة الشخص. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. أضف إلى ذلك أساليب أخرى في علم المعاني كأسلوب الشرط مثلا، أسلوب الشرط، أيضا أسلوب الوصل. باختصار، كل أساليب علم المعاني تؤدي وظيفة حجاجية، وقد وضحت ذلك في وحدة البلاغة وتحليل الخطاب. أختم بأساليب علم البديع لأقول بأن هي أيضا لها وظيفة حجاجية، لأنها وسائل تأثير، وسائل كذلك إقناع بالطباق بالجناس وغير ذلك، كما تبين في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهنا مقابلة رائعة بين حال الأبرار وحال الفجار، وهذا أسلوب بديع ووظيفته الإقناع طبعا كما يتبين، وليس فقط مجرد الإنتاج.